هامة ومصيرية لفائدة الشباب البطال، كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أعلن عنها خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، حيث أكد السيد الرئيس الشروع في صرف منحة البطالة لهؤلاء الشباب بداية من شهر مارس القادم، قرارات هامة كانت محل إشادة واسعة من قبل الشباب. يعني ما عندوش لا غالب سما 1300 يعاون بها روحه يصرف شويه هكذايا ما بيتبالو حاجه مليحه. دوك لا جونس واحد اللي ما عندوش واحد اللي ماشي خدام صافي بليزير واحد قسم كما يقول لك يشد بها روحه يعطوني يلقى خدمه. ماذا بينا دوك عندك خوك في الدار ما يخدمش كل يوم طرمي عليه وكذا صافي بليزير. البنات ثانيك في الدار كاين عندهم يسحقوا وكذا يحشموا يقولوا لديورهم لا لا اختي امو هكايا ونسخا ساتيسفي تو الموند. الرئيس دارنا هذه 1,300,000 حاجه شابه حتى تنفعني تنفعني الديون تاعي تنفعني في بزاف صوالح في قشي وتشري غير قشيك بزاف عليك الدواء. قرار مليح هذا باسكو 1,300,000 زيد رعايه صحيه ملاحه ياسر وهذه بربي ان شاء الله نزيدو نشوفو بروغري واحد اخر في لافنير. انا انسان بطال وهذه المنحه جات من عند الرئيس ويكثر خيره والحمد لله عطانا درينا هذه البطاله. هذه حاجه مليحه دار الرئيس هذا عطانا امل شويه واحد الله غالب ما بقاش خدمه. الشباب ما يقعدش يعاني في المده هذه كما نقولوا ما بين يتخرج ويبقى يدخل يخدم يكون عنده مدخول قال مصروف حاجه. هي حاجه مشجعه وحاجه مليحه باسكو الدول الاوروبيه قاعدين يخدموا بال تاع البطاله هذه قاعدين يخدموا بها اللي ما عندوش مدخول خلاص عنده بيعيش. ما مشجع تسمى الناس اللي بطالين ديما عندهم حتى مدخول هكا يسترزقوا بها شويه ديما كان عندهم عائله. يعاونوا خير ملي يضلوا يروحوا يحرقوا ويبعدوا ولا حاجه ولا يدوا صوالح مشي ملاح صافي بليزير. قاعد الصوالح الامورات السلبيه اللي كانوا عندنا كامل يتريقلوا. دوك انا شبيب انا كنعود انا في البلاد هكذاك حنايا نخرج ونلقى عاده شهريه هاي تبوسيني شويه. كملوا القرايه تاعنا وما لقيتيش خدمه هاك تعاون بها روحك حتى تلقى خدمه. عندي 3 سنين من اللي حبست ليكون درت تكوين مهني الكتريسيا اوتو مليحه كنتك تعاوننا تقدر نحوسوا على خدمه كيما راك مليحه انا كيما راك مليحه عجبتني. وللتفصيل اكثر في كيفيه صرف هذه المنحه او العلاوه والفئه المعنيه بها نرحب مجددا بوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفه. شكرا لك. اذا بدايه سيدي الوزير من سيستفيد من هذه الفئه؟ شكرا. هو يعني تطبيقا لقرار اللي جابه رئيس الجمهورية اثناء الحوار الصحفي اللي قابله يوم 15 من شهر فبراير هو يستفد من هذه المنحة كل بطال طالب الشغل اللي تتراوح العمر تاعو بين 19 و40 سنة ويكون مستفد بأي يعني منصب شغل. إذا لكل هاد البطالين من 19 و40 سنة راح يستفدوا من هذه المنحة بشروط جد بسيطة. نعم واضح. إذا ما هي الفترة سيدي الوزير التي سيتم الاستفادة منها من هذه المنحة؟ استفدنا من بداية مارس حتى لغاية يوصل بيكون عنده منصب عامل. نعم. يديها يعني ببساطة من مارس هذا يقعد يستفد من هذا المبلغ حتى النهار يوصل يستفد من منصب عمل في مؤسسة عمومية أو خاصة. نعم سيدي الوزير كيف تتم عملية التسجيل وكيف تكون الاستفادة من هذه المنحة؟ هو ذكر لي بلي كل شاب جامعي أو غير جامعي متحصل على شهادة أو بدون مستوى يعني ما كانش تمييز ما كانش فرق بين الشباب اللي تراوح العمر تاعهم من 19 إلى 40 سنة هذو يكونوا مسجلين على مستوى وكالات التوظيف اللي نقولوا لهم احنا لي زاجونس تاع لانام يكون مسجل وتكون توفر فيه الشروط التاليه يكون جزائري يكون عنده بين 19 و40 سنه يكون قاطن بالولايه هذيك تاعو يكون عنده نثبت لي بلي موش خدام في يعني في اي مؤسسه وينتظر باه تكون عنده عامل يعني بشروط جد بسيطة يعني يسجل روحه
وحنا ناخذ بها الاعتبار. واضح. رئيس الجمهورية أعلن عن قرارات هامة لفائدة ثلاث فئات. الآن تحدثنا عن فئة البطالين ومنحة البطالة، ماذا عن الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل؟ هو نرجع إلى منحة البطالة، يعني باش نختم بالملف هذا، هو كل شباب اللي مسجل على مستوى الوكالات التشغيل المحلية، هذو كل يتم اتصال معهم مجددا. راح نعمل بمنصة رقمية نتصل معهم باش يكون عندهم مواعيد على مستوى هذه الوكالات باش يكونوا الملف تاعهم البسيط، يعني يكون عنده ان كونت سي سي بي. اذا ما عندوش ان كونت سي سي بي حنا نديروا له ان كونت سي سي بي، وين راحين نديروا له الدراهم تاعو، انفيرسيو له الدراهم تاعو. دونك هذا راح يكون عندنا اتصال، وهذا المنصه الرقميه راح تنطلق انطلاق من 25 فيفري، بان حضر روحنا باش نكون في الموعد كما قرروا السيد رئيس الجمهوريه في مارس يكون نمدوا لالوكاسيون دو شوماج، ستادير اون فيرسورا سيت لوكاسيون دو شوماج اون مارس. دونك ابارتير دو 25 فيفري نفتحوا المنصه الرقميه تاعنا ويبداو الشباب نتصلوا معاهم باش يجيبوا الملفات البسيطه تاعهم. هذا بما يخص، ونزيد ناكد لي باللي من نهار يتسجل عندنا يقعد يستافد من هالمنحه الى غايه الحصول على منصب الشغل. واضح. وفيما يخص الشبكه الاجتماعيه الفئه الثانيه، هو يعني نذكر خلال الحوار اللي قام به السيد رئيس الجمهوريه تكلم على ثلاث انماط، تكلم على البطاله، تكلم على اللي هما في الشبكه الاجتماعيه اللي كنا نقولهم بكري اللي يخدموا في الشبكه الاجتماعيه، وتكلم على اللي راهما كيف الدي اي بي اللي راهما كي نقولهم الادماج. بما يخص الشبكة الاجتماعية هذو ما اللي كانوا على مستوى وزارة مكلفة بالتضامن، هذو اللي يخدموا على مستوى المطاعم، يخدموا على مستوى يعني شبابيك، يعني نقولوا العملاء البساطة اللي كانوا، هذو كانوا يديو 565 ألف وكانت عندهم إلا التغطية الصحية، ما كان عندهم لا تغطية باش غدوة ينجم يستافد من التقاعد، والمدخول تاعهم جدو ضعيف. اذا هذو بقرار من رئيس الجمهوريه راح يتحصلوا على عقود بلا ما تكون محده لا 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 يعني المده تاعهم، نقول لهم لي سي دي دي كونطرا ا دوري انديتيرميني، راح يدخل في الوظيفه العمومي، راح يكون عنده عقد نهائي وبخمس سوايع في النهار، خمس سوايع النهار راح يتقاضى يعني مرتب يعني بروت راح يدي اكثر من 13000 دينار جزائري، تكون عنده التغطيه الصحيه كامله في كل في لاكارت شيفا، في الدواء تاعو، في لوسبيتاليزاسيون تاعو، في النقل الصحي تاعو، وراح يكون عنده اوروتريت. هذو هما اللي كما تقدم تفضل بهم السيد رئيس الجمهوريه، هما تقريبا 180000. هذو راح من مارس هذا راح يخرجوا من 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 من, من لاكاتيغوري تاع لا سوليداريتي يعقبوا لا كاتيغوري تاع عامل بصفه نهائيه. يعني هذول اذا هذا فيما يخص الشبكه الاجتماعيه وعقود ما قبل التشغيل. بما يخص عقود ما قبل التشغيل وكان فيه قرار تاع الادماج تاعهم منذ سنتين، والادماج راهو يدار درك رانا ننتيغريو فيهم في الديسبوزيتيف تدريجيا. هذو كاين زوج اصناف، كاين الجامعيين اللي كان عندهم المدخول تاعهم 15000 دينار وراح يندمجوا خلال هذه السنه والسنه المقبله ان شاء الله. كاينين اللي كانوا يتقاضوا اقل من 10000 دينار جزائري، وبقرار من رئيس الجمهوريه زدنا رفعنا لهم المدخول تاعهم الى 13000 دينار جزائري، وبضمان الادماج تاعهم عن قريب، يعني خلال هذه السنه والسنه الجايه ويكونوا كموظفين بصفه نهائيه، يكون عندهم كل الامتيازات اللي كاينين سواء في ان لا سيكوريتي سوسيال وكل، وايجالمون تكون عندهم لا روتريت ان شاء الله. اذا هذ الثلث انماط هذو الثلث وكل راح يكون سمينا لونيفيكاسيون دي ديسبوزيتيف، والتوحيد كل اجهزه بيكون جهاز واحد. كاين جهاز اللي يخدم بصفه نهائيه، كاين جهاز اللي هو في البطاله
ويعني يستفد منها إلى غير حصوله على منصب شغل. نعم، إذا سيدي الوزير قبل أن نختم، تؤكدون أن الشباب البطال سيستفيد من منحة البطالة بصفة مستمرة إلى غاية حصوله على منصب شغل؟ بدون شك، هذا أكيد، هذا قرار رئيس الجمهورية وكان قرروا من قبل من هذا، يعني إحنا إن ننفذوا كما جاء في القرار، كما راح يكونوا المراسم التطبيقية راح يعني تنشر عن قريب إن شاء الله. إذا هذا صحيح، هذا دار رئيس الجمهورية أعلن عليه من 15 فيفري، هما ملي يتسجلوا على مستوى الشبابيك تاعنا يستفيد من هذه المنحة إلى غاية الحصول على منصب الشغل إن شاء الله. والوظيفة ستكون دائمة إن شاء الله. والوظيفة أكيد ستكون دائمة إن شاء الله. نعم، إذا شكرا لكم سيدي الوزير على هذه التوضيحات وعلى حضوركم معنا في نشرة الواحدة. أجدد تشكراتي على الاستضافة. شكرا جزيلا. إذا إلى موضوع آخر.